مسألة الطاقة السلبية مع أكلها. يا صاحبي شتي دابا عرفت كيفاش غادي ناخدو شوية وناكلو سويا عمي. بسم الله، منين نعيدو ليكم واحد الطاقة السلبية عندكم عند الراس هنا الفوق ونجبدوها ناكلها. هتقولي منين عيدتي لي الطاقة السلبية؟ واش من راسو؟ منين مرجلين. اوكي، انا غادي نعيد ليك عندك واحد فقر مشادية لعينيك، واحد شوية الطاقة السلبية هنا، واحد جوج ثلاثة وناكلها. منين عيدتي ديك من راسو؟ من الراس. هتقول يلا دابا غادي نعيدو من الشفار بابا ما تطيروا منهم. انا عيد دابا شويه من العينيكات، عيد دابا من الجديدات. شوفوا شنو عندك هنايا، باقيلك طاقة سلبية مخلقة لك حتى القلقالة ديال راسك. اجي البابا قال لي انا اجي. ما تجي منين عندك امي لها؟ انا شاري مسوس. مسوس؟ ايوا انت كليتي من شي اخر، كليت من راس داك الشي متخمر. اجي يا سيدي غادي نعيد لك من القلقالة، من اللور ديال القلقالة نعيدو لك ديك الطاقة السلبية المغلغلة، الحوايج الخايبة اللي كتفكر فيهم كلشي. أنا عيدو بابا. شوفي من جهة السطيح. والله إلا حمار. جبدي جبدي هاري هادي ما غاديش تبغي تخرج بزاف. Спасибо.